يعني من خلال بقى خبرة حضرتك في جامعة الطه، انت بتشوف المطبخ المصري ازاي بره يعني، وتفاعل الناس معاه عامل ازاي، وهل في اكلات معينة او حاجات معينة بتطلب من الشيف المصري لما يبقى في حدث عالمي بيقول ده شيف مصري موجود احنا عايزين كذا او كذا، يعني لو خيالنا الشعب بقى يسرح مع حضرتك. هو ما احناش زي المطبخ اللبناني ولا المطبخ المغربي، هم شاطرين جدا في الماركتينج، شيفاتهم بيطلعوا بره بيفتحوا مطاعم بره، فالامور بالنسبه لهم هي دي اللي خدت المطبخ اللبناني والمطبخ المغربي. انا بتكلم على منطقه الشرق الاوسط، الميدل ايست، احنا ما كناش شاطرين في ده. وللاسف الشديد مع اننا احنا عندنا مطبخ كويس جدا ومطبخ متميز جدا، لكن احنا كنا مقصرين في حق نفسنا في القصه دي. لما السياح الاجانب بيجوا عندنا، انا بحس ان مطبخنا بيستوعب اللبناني والمغربي كمان. لا يعني دلوقتي الحرب على فكره، احنا في حرب شغاله دلوقتي، هي حرب زي الملكيه الفكريه، توثيق التاريخي ده، في الدول بتاخد اكلات وبتنسبها لنفسها. اسرائيل على طول بتسرق اكلنا واكل الشام وتقول لك بتاعنا. انا احكي لك قصه على موضوع الطعميه. في بطوله في انجلترا اسمها بطوله الفلافل، وكان ساعتها احنا شاركنا بشيف مصري، شيف مصطفى الرفاعي، وكانت اسرائيل موجوده، وكانت سوريا موجوده، وكانت فلسطين موجوده، وكانت لبنان موجوده. التحكيم كان للجمهور، ما هوش محكمين من الشيفس، وهم عندهم الفلافل بتاعتهم معموله بالحمص، احنا عندنا بالفلافل. انا عايز اقول لك احنا خدنا كاس هم مسمينه كده كاس العالم للفلافل في انجلترا، وهم كانوا عندهم حاله حزن شديد جدا عندهم في اسرائيل في القصه، ازاي مصر خدت الموضوع ده، هم كانوا دايما بينسبوه لنفسهم. لكن دي كانت قصه لدرجه ان السفير بالظبط السفير الانجليزي جه للمطعم اللي موجود فيه الشيف المصري ده هنا، وكانوا احتفلوا احتفاليه قويه جدا. الكلام ده كان في حوالي 2016، ومن ساعتها احنا مدين الحاجات. لا احنا عندنا الفلافل مصريه مشهوره بره طبعا. الكشري، مع ان الكشري كان في كلام كتير انه مش بتاعنا. ازاي بقى ده، ما فيش حد بيعمله بطريقتنا دي، هي دي بقى القصه اللي انت كنت بتقول ان احنا خدناه وخدناه ازاي. فكان بيقال انه ان الهند لما جم كانت في الحرب العالميه الاولى كانوا بيجوا باكلهم، كانوا بيجيبوا العدس والرز، وبعدين المصريين كانوا بيشوفوهم وهم بيطبخوا، فدخلوا خدوه وابتدوا يطوروا فيه، حطوا عليه الباستا اللي هي المكرونه، وابتدوا يحطوا عليه الصلصه والدقه بتاعتنا، هي في زي الدقه بتاعتنا دي، خدوا ابتدوا يحطوا عليه الحمص، وبعدين في حتت في اسكندريه يحطوا عليه كبده، فابتدوا يطوروا وتشوح البصل دي. انا عايز اقول لك احنا في 2015 رحنا الهند مسابقه الطريق الحرير، كنا مقدمين الكشري، بس قدمناه بطريقه مختلفه في التقديم بتاعته، وحكينا القصه بتاعته. هي مهم القصص اللي تقدر ترويها حوالين الاكل اللي انت بتعمله. فاحنا المطبخ المصري مطبخ الملوخيه بتاعتنا هناك بتاكل بص الملوخيه من الحاجات المشهوره جدا. تونس عندها ملوخيه خاصه بيها هي، بس مختلفه خالص. انا دقتها طب مرة. انت عارف ان اليابان سجلت الملوخيه باسمها؟ لا، بطريقتنا احنا خدوا الملوخيه ذات نفسها اتسجلت عندهم، بقت هي اكله اليابان. لا بس ما يحطوش هم التوم والبتاع، ما عندهمش الكلام ده. هي القدره بتاعتك عندنا رز وملوخيه وكوكو معروف. الملوخيه من الحاجات اللي الاجانب بيحبوها جدا. اطباق الكبده المختلفه، يعني الناس كتير بتروح كرداس عشان تاكل الكبده الجملي. الجملي بتاعتك اسكندريه مشهوره بالكبده الاسكندراني. فاحنا عندك انواع مختلفه تقدر تبتدي تشتغل عليها. العيش بتاعنا احنا عندنا كانت في حد اشتغلت على الماب بتاع العيش في مصر، لان كل منطقه ليها العيش نوع معين من العيش بتاعها. فاحنا عندنا ثقافه كويسه، حتى بس الايام دي بيقعدوا يحطوا، عشان بقى عندنا يعني ضيوف كتير في مصر فيقول لك العيش السوداني والعيش الليبي والعيش المصري. احنا برضو العيش بتاعنا مختلف جدا. يعني احنا في بطوله افريقيا الاخيره كنا عندنا تيم من الحكام الاجانب اللي جم مصر، كنا جايبين من روسيا ومن امريكا ومن الهند، كانوا موجودين في مكان بيتعشوا فيه، كان العيش بيتخبز في ساعتها والست قاعده قدام الفرن وبتعمله، فهم استغربوا الريحه بتاعت العيش وهي طالعه سخنه،
عملت لهم حالة لدرجة ان في منهم طلبوا هم مسافرين ياخدوا معهم العيش. واو الله. فانت عندك مطبخ قوي جدا بس احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليه. ودلوقتي ابتدى يتعمل. دلوقتي الشباب الشيفات ابتدوا ياخدوا المطبخ بتاعنا بنقدمه كمان بطريقة انترناشونال. فده اللي بقى بيخلي الناس ده مصر عندها مطبخ. وابتدينا حتى في الفنادق دلوقتي في معظم الفنادق على البوفيه بتاعه بقى فيه الاكل المصري موجود. فمع الوقت انا اعتقد وهي مش مهمه جهه واحده طبعا لكن هي مهمه الدوله كلها ان احنا نبتدي نشتغل على الحته دي. وبتشتغل على فكره التوثيق دي لان حتى انا كانت في ورشه معموله حتى في المتحف القومي للحضاره قريب وتهيألي كان ليكوا دور فيها. هو كان اليوم العالمي للمتاحف واحنا هم اتكلموا معانا احنا عايزين نعمل حاجه ليها علاقه بالاكل المصري لان احنا موجود على المعابد وفي البرديات. وزي الصوره ما بنشوفها هو يعني بالظبط صور الاكل ومصر. طب انت عارف انه ان مصر هي اول دوله عملت الخميره يعني اول عيش خرج من عندنا. فانت عندك بالعكس ده لقوا عيش بقاله الاف السنين حتى هو العيش نفسه موجود عندهم في الحفريات. هتلاقي موجود حفريات العيش لسه صامت لغايه دلوقتي بالظبط. فاحنا حتى الجزئيه دي لو رحت الصعيد لحد النوبه هتلاقيهم بيطبخوا بنفس الطريقه اللي زمان كانوا بيطبخوا بيها ايام القدماء المصريين. فاحنا عندنا مطبخ قوي جدا واحنا عملنا اسمها طبليت مصر. بالظبط كده. احنا عملنا كنا بنوري الولاد وشباب. وعلى فكره لو انت لاحظت هتلاقي احنا ما بقاش الشيفات ولاد فقط وشباب فقط لكن البنات دخلوا وهو واضح وبيشتغلوا دلوقتي موجودين في فنادق وفي مطاعم وبقى ليهم نسبه كويسه موجوده وده مهم جدا في التنوع زي ما موجود بره. 40% على فكره من عدد الناس اللي بتشتغل بقوا من البنات وده مهم جدا اللي هم يتعرفوا على الـ 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 المطبخ المصري القديم ومن خلاله هم يقدروا ياخدوا المطبخ ده ياخدوه لسكه تانية مختلفه. لازم يشتغلوا عليه وعندنا شيفات على فكره بيشتغلوا على القصه دي بشكل قوي جدا. هايل جدا. طب ليكوا علاقه بالفود كريتيك بقى وفكره الفود بلوجرز والحاجات دي برضو بقت ظاهره داخله قريب وبعضها يعني نقدر نقول عليه لطيف او ممكن تستفيد منه وبعضها بيبقى ملوش علاقه بفنون الطهي على قد ما دي علاقه بفنون العك. هو زمان كان في حاجه اسمها فود كريتيك. الفود كريتيك ده مهمته ان هو كان بينزل وبيناقد طعام من غير ما يقول انا ناقد من غير ما يقول انا جاي علشان ايه. بيخش ياكل زي نفس الفكره اللي قامت عليها ميشلي ستار ان حد بيخش ويبتدي يقيم المطعم بطرق مختلفة عشان في الاخر يستحق ان هو ياخد او ما ياخدش. احنا ما كانش عندنا ده للحقيقة يعني كانت بتتعمل باشكال فردية. وانا فاكر ان احنا لما عملنا اكاديمية السي تي سي اللي كانت في اخبار اليوم ودي كانت اول اكاديمية مصرية تتعمل في الفترة دي اتقدم لنا ناس علشان عايز يبقى كريتيك فلازم يدرس عشان يقول لازم بالظبط لازم تدرس. لكن دلوقتي بينزل بيقول لك التحفه ما هي دي بقى الفكره بشاميل على الكشري على الديجيتال ايه الديجيتال ايرا او العصر الرقمي ووجود ناس كتيره بقت موجوده على السوشيال ميديا بشكل مختلف بس المهم تبقى دارس فعلا. على فكره هو ده مهم مش يعني دي جزء مش مهم ضد الظاهره بس احيانا هو ورا اماكن ورا اطباق مختلفه لكن الموضوع راح في سكه مختلفه بقت اضرت على فكره الاماكن بالظبط اضرت لانه ببساطه شديده الناس ما بقتش تثق لان الحاجات اللي بتنزل لهم بيتصوروا لهم مختلفه عن العميل اللي بيشوفها طبعا. فبالتالي بيقول مش هو ده اللي انا بشوفه فبتبقى بتضرب في وش تعمل كونفيوجن اكتر وارتباك اكتر منها بتعمل دعايه. احنا اتكلمنا في كذا بقى الاكل غير صحي وده مش الترند العالمي دلوقتي خالص ده مش الترند العالمي واحنا بنطالب بده تهتموا بالحته الصحيه بنطالب بده احنا لا احنا الاكل لازم يكون اكل صحي يعني صح. اساسيات الـ 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 القصه كلها انك انت المطبخ بتاعك لازم يكون انت بتاكل حد طبعا ويقول لك الدكتور انت الشيف يجي قبل الدكتور ان لو الشيف قدم اكل مظبوط ما حدش هيروح للدكاتره طبعا. على اي حال انا سعيد جدا بالحوار الجميل مع حضرتك وبالمحطات المهمه اللي دردشنا فيها لكن قريب هنكون معاكم بنصور شفاتنا ونتمنى ان احنا نعمل حلقه لطيفه تانية
ونقابل بقى الشيفات خاصه كمان الشيفات الصغيرين اللي انتوا كان ليكوا دور كبير في تدريبهم وان هم يظهروا يبقى ليهم كمان تواجد اقليمي. احنا شايفين ان مصر رايحه في سكه تانية مختلفه في وجود مدارس ابتدت تبقى موجوده تكنولوجيه للشيفات، وانا اعتقد الفتره الجايه دي في خلال 5 سنين مصر يبقى عندها جيل جديد من الشباب الشيفات قادرين ان هم ياخدوا المطبخ بتاعنا لسكه مختلفه. يا رب، واحنا بنشجع دايما ومعدتنا جاهزه لاي شيء جميل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اشرف جمال المدير التنفيذي لجمعيه الطهاه المصريين، نورتنا. شكرا جزيلا. عفوا، والخلاصه انه مصر حتى في مجال الطهي تاريخ طويل وعريق وبيدعم دلوقتي بابرز واهم خلينا نقول المواهب والخبرات المصريه اللي اصبحت كمان في جزء كبير عالميه بسبب كمان جمعيه الطهاة المصريين وكتير من المبادرات والمسابقات العالميه دلوقتي. فاحنا على الطريق السليم وبشكر حضراتكم.